السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي متابعي قناة الإبداع للشروحات المحاسبية. إن شاء الله دائما معكم أحمد علي، وفي تكملة للسلسلة اللي إحنا بدأناها مع بعض في شرح تطبيقات مادة المحاسبة المالية للفرقة الأولى كلية تجارة جامعة طنطا. إن شاء الله هنبدأ نكمل مع بعض حاجة مهمة جدا، ويكون معانا التطبيق رقم 4 صفحة 19. طبعا ده قيود مباشرة، ما فيهاش أي كلام خالص. هنبدأ نتكلم عليها واحدة واحدة. طبعا هو مثال كبير، يعني عايزين الناس تركز معانا، بس احنا ناخد فيه القيود بس، وزي المراجعة علمناه للناس، وفي حلقات قادمة إن شاء الله هنتكلم مع الناس على دفتر الأستاذ. تمام كده؟ نقرأ كده مع بعض واحدة واحدة المثال. بيقول لك في 1/9 بدأت سيدة ليلى خبيرة التجميل عملها برأس مال قيمته 30,000. امسك له رقم رأس المال وما تسيبوش، سيب ما تسيبوش 30,000 نقدا، يبقى حدث مالي كده. طالما رأس مال ونقدا يبقى كده حدث مالي تم فعلا. وقد اتفقت مع زوجها السيد قيس خبير العناية بالبشرة على أن يعمل معها مقابل 1,000 جنيه شهريا قابل الزيادة، ويدفع كل 3 شهور، وقد اشترط عليها أن يوضع اسمه قبل اسمها على واجهة المحل. طبعا أنا كل الكلام الهلس اللي أنا شفته ده ماليش أي علاقة بيه. أنا لي علاقة بإني شفت رأس مال دفع نقدا بس، ده حدث مالي. تتفق مع جوزها، يسافروا مع بعض، كل ده الحاجات دي انت مالكش دعوه بيها خالص. انت ليك ان حدث مالي حصل 30,000 جنيه. تقول لي ده اتفقت معاه انها تدي له 1000 جنيه. اتفقت معاه كلام شفوي او بعقد، بس ما فيش حدث مالي تم، يعني هو ما خدش بالفعل 1000 جنيه في ايده. ده لو خد فعلا تعمل قيد بكده، لكن انت تعمل قيد بمين؟ بالوضع المالي اللي حصل قدامك اللي هو ال 30,000. يبقى هنبدا نركز مع بعض كده ونشوف. اول قيد هيكون معانا كالاتي: هقول من حساب الى حساب. من حساب مين يا جماعه؟ الى حساب مين؟ من حساب النقديه الى حساب راس المال. يبقى من حساب النقديه الى حساب راس المال. ليه؟ لان النقديه زادت، راس المال زاد، طبيعي يرجع لطبيعته. النقديه طبيعتها مدين، راس المال طبيعته دائن، يبقى المدين مدين والدائن دائن. من حساب النقديه إلى حساب رأس المال. تمام كده؟ ندخل الناس برضو عشان الناس ما تتوهش معانا، احنا في صفحة 19 يا جماعة. بنحل صفحة 19 عشان الناس، بس الحل موجود، بس أنت طبعا مش فاهم الحاجات دي جت منين، لأنك طبعا سلاح مداح كده، مش سلاح مداح. حاجة كده بس. نخش على رقم 2. بيقول لك دفعت المؤسسة الإيجار، دفعت الإيجار. طب لو قال لك تعاقدت على الإيجار مقابل مبلغ كذا، تعاقدت، ما فيش حدث مالي تم، يبقى أنت كده ما بتتعاملش بالتعاقد، أنت بتتعامل بالحدث المالي اللي تم فعلا. هنا دفعت أهي، طالما قال لك دفعت يبقى دفعت فعلا. دفعت كام؟ 1000 جنيه شهريا نقدا. يبقى إيه من حساب؟ ايوه، الايجار الى حساب النقديه. ليه يا جماعه النقديه نزلت في الطرف الثاني؟ ليه يا جماعه النقديه نزلت في الطرف الثاني؟ لان النقديه دفعت، قلت بمعنى صح. اما النقديه او الخزنه بتقل، ايه اللي بيحصل؟ بتيجي في الطرف الدائن. طيب ندخل على رقم 3. بيقول لك هنا تم شراء الاجهزه والمعدات الفنيه اللازمه للعمل بمبلغ 25,000، ولقد تم سداد 10,000 نقدا، والباقي بكميات لا تستحق بعد 6 اشهر. ماليش دعوه بقى بمعدل الفائده كام، المهم انك هتشوف رقم هو عمله ايه. تمام؟ وايه اللي حصل؟ هم اشتروا اجهزه ومعدات بمبلغ 25,000. اثبت لي بقى العمليه اللي حصلت دي.
لا ننسى الحاجات دي بس. الكتاب على السبورة في الأحمر مش كويس. هنبدأ نقول إيه؟ من حساب مين؟ هم اشتروا إيه؟ ومن حساب المعدات. تحط المعدات بقيمتها كاملة. تحط لي المعدات بقيمتها إيه؟ كاملة. المعدات قيمتها كام؟ 25,000. تمام؟ حالة الدفع كانت عاملة إزاي؟ دفع 10,000 نقدا والباقي بكمبيالة. يعني إيه الباقي بكمبيالة؟ يعني الباقي في الآجل، يعني هنسددك بعد كده. تمام؟ هنبقى إزاي؟ إلى مين؟ مش في حالتين؟ مش في اتنين معايا؟ يبقى إلى مذكورين يا جماعة، إلى مذكورين. يبقى إلى مذكورين. مين المذكورين دول؟ حساب الخزنة أو النقدية لأنها قلت، فتنزل عندك في الطرف الدائم بكام؟ هتنزل بالقيمة اللي دفعته ال 10,000. تمام؟ والباقي، الباقي بقى حسب ما أنت هتسميه. لو قال لك دائنون هتسميها إيه؟ الدائنون. لو قال لك أوراق دفع، لو قال لك كمبيال هتسميها إيه؟ أوراق دفع. هنعملها بالاختصار يبقى 15,000 جنيه. يبقى انت عندك لو جالك في الامتحان وقال لك ان الطرف الدائن لهذه العمليه بمقدار كام؟ هتقول له بمقدار 15,000. طيب هو كان اسمه ايه؟ اوراق دفع. لو قال لك اوراق دفع او كمبيال اختار اوراق دفع، لان طبعا الكمبيال قال لك اوراق دفع او دائنون كده، هو ما ينفعش يجيب لك الاثنين مع بعض، فهو هيجيب لك واحده فيهم ان شاء الله. تمام؟ تعبتنا والله معاكم. نخش على رقم 4. بيقول لك تم دفع 1200 جنيه مقابل بوليصة تأمين. يعني إيه دفعنا 1200 جنيه؟ يعني إحنا دفعنا 1200 عشان مصروف بوليصة التأمين. نركز على كلمة مصروف بوليصة التأمين. طول ما هو مصروف بيطلع عندك في الطرف المدين، وبيدفع منين؟ بيدفع من الخزنه. يبقى من حساب مصروف بوليصه التامين او من حساب التامين الى حساب، ايوه، الى حساب الخزنه او النقديه. ده الطبيعي، لان الخزنه والنقديه بقت تقل معاك. بنفس القيمة يا فندم، بنفس القيمة اللي هي 1200. هيجي لك الامتحان ازاي برضه؟ عشان الناس برضه هتنسى برضه، يا اما هيجي لك في الامتحان سؤال تكتبه، او هيجي لك في الامتحان تكتب، يقول لك لو سؤال اختياري ام سي كيو ايه اللي هيحصل؟ يقول لك الطرف المدين لهذه العملية هو، تختار الطرف الدائن لهذه العملية هو، تختار الرقم المدين لهذه العملية هو، تختار برضه، وهكذا. حاول نعمل بس ستوب الفيديو كده شوية. طب مش عارف مين. مهم يعني عشان نروح نشرب عليها. بقول لك رقم 5. تم استلام فاتورة الإعلان. في حوار الفاتورة يا جماعة، احنا مش كل شوية نعيده مع بعض يعني. بالنسبة لحوار الفاتورة، احنا قلنا في حوار الفاتورة ايه؟ في حوار الفاتورة إن لو جاب لك كلمة فاتورة اعرف إن هي إما مدينون يا إما دائنون، لأن هما مش هيدفعوا دلوقتي خالص. طالما قال لك فاتورة يبقى مفيش دفع دلوقتي خالص. فاتورة إعلان على المؤسسة يبقى قيمتها 200 جنيه. هنعملها إزاي يعني؟ طبعا هما كده لسه ما دفعوش، كده الإعلان بتوع الإعلان بيقول لهم يلا عشان تدفعوا. يعني ايه هتمشي ازاي؟ طبعا ده اعلان، يبقى مثلا نقول من مصروف الدعايه والاعلان، من حساب مصروف الدعايه والاعلان الى حساب الدائنون. ليه؟ لان الجماعه بتوع شركه الدعايه والاعلان ليهم عندي فلوس، واحنا قلنا لما يبقى ليه عندي فلوس بيبقى دائن.
تمام؟ هو هناك يسجله زي ما هو عايز يسجله، لكن انت عندك، انت بتسجل، انت عندك ايه هنا؟ يبقى نقول ايه؟ من حساب الى حساب. من حساب مين الى حساب مين؟ من حساب ايوه مصروف دعايه واعلان الى حساب مين يا جماعه؟ الى حساب ايوه الدائن. ليه؟ لان هم بتوع الدعايه واعلان مش ليهم عندك فلوس؟ ليهم عندك فلوس. خش على رقم 6. قامت ليلى بسحب 700 جنيه لاستخدامها الشخصي. استخدامها الشخصي وليس مرتب. في فرق ما بين الاستخدام الشخصي والمرتب. المرتب ده مصروف هيتحمل على، هيتحمل في المعادلة الميزانية في جانب المدين اللي هو الأصول زائد المصروفات. طيب اللي هو الطرف الثاني هيكون مين؟ هيكون عندك بالنسبة لك المسحوبات. أما المسحوبات دي بتكون عاملة إزاي؟ المسحوبات دي بتكون في مع الحقوق الملكية، مطروحة من حقوق الملكية، يعني بمعنى صح نصيبك من الشراكة أو عدد أسهمك مطروح منه مسحوباتك. ده لو شركات مساهمة. طيب ده بمعنى صح الفئة الأولى لسه. إذا عندك هيكون العملية ماشية إزاي؟ فهيكون المسحوبات تقيد بقيد عالي خالص من حساب المسحوبات إلى حساب النقدية. تمام كده؟ يبقى من حساب المسحوبات إلى حساب النقدية. طيب بيقول لك نروح على رقم 7. تبين أن إيراد هذا إيرادات الشهر من الخدمات المقدمة للعمليات مبلغ 6200 نقدا ومصروف الرواتب والأجور 2200. تمام؟ تبين أن إيراد الإيرادات، بص كده مع بعض، سيبكوا بس عشان أشرب مية لأن أنا هبص بعد خلاص. اسكين جدا يا جماعه، بس عشان في بيقول لك تبين ان ايرادات الشهر الخدمات 6200. يبقى انت عندك القيد بتاعك هيكون عامل ازاي؟ احنا هنبص كده مع بعض، نركز كده مع بعض. يبقى مين اللي زاد عندك؟ طبعا طول ما في ايراد، طول ما انت عندك الخزنه بتزيد، يبقى مين اللي زاد عندك؟ الايراد. طيب من الايراد يزيد الخزنه عندك هتزيد على طول، يبقى انت من حساب الخزنه او النقديه الى حساب ايراد الخدمات. يبقى من حساب الخزنه، من النقديه الى حساب ايراد الخدمات. هنشوف بقى الرقم بتاع ده كام ورقم ده كام. طبعا لازم يكونوا متساويين، مش حاجه اسمها رقم ده رقم ده كام. من ده بتجمع من حساب الى حساب، من حساب النقديه لان النقديه زادت الى حساب ايراد الخدمات. ليه؟ لأن حساب الإيرادات أصلاً طبيعته دائم. حساب الإيرادات الطبيعة بتاعته العامة في النظام المحاسبي دائم. برقم كام؟ 6200. 6200، تمام كده؟ طيب بيقول لك مصروف الرواتب كام؟ 2200. مفيش أي مشكلة. هنا ده بقى الأول، الأولى كانت إيراد، الثانية مصروف. طيب الايراد بيزود لي النقديه او الخزنه، المصروف بيخفض لي النقديه او الخزنه. اذا النقديه او الخزنه زادت مع الايرادات، يبقى مع المصروفات بتقل يا جماعه. تمام؟ يبقى هنحط هنا كده ايه؟ من حساب
ايوه الرواتب الى حساب النقديه. فهمنا الحته ديت يا جماعه، حساب الرواتب الى حساب النقديه. وبكده نكون انتهينا من شرح التطبيقات الفصل الثالث. فاضل التطبيق الخامس. التطبيق الخامس يا جماعه هي صوره مباشره للتطبيق الثالث اللي احنا حلناه مع بعض. هي صوره تبقى الاصل منه، انت بس هتشوف برضه وتطبق مباشر. تمام؟ وبكده نكون انتهينا من حلقه النهارده. ولا تنسوا الاشتراك في القناه والنت الذاكر اللي احنا خدناه يا جماعه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.